الفشل لأنه نعتبره معناه طبيعي مش غريب، لأن مش هو الحل. الحوار مش الحل يعني؟ يعني المتابعة الحوار والمحاولات وكلها مش الحل. الحل كان وأنا ذكرته من شهر مارس 2011، فهمتني، وكتبت فيه عدة مرات وخرج كتاب لا ريفولوسيون اي ابري، وقلت بعد الثورة، ما هي ثورة بدلت العقليات، والشيء اللي توجد بعد الثورة حاجة مهمة جدا هي الحرية. الحرية يعني عشنا زمان من علي، وانا من الناس اللي وقع اقصاؤه في وقت بن علي وكذا، وهذا معروف. فهمتني، عشت 18 سنة كأني منفي في بلادي، نجم نقول الكلام هذا معناه. فكان الحل الأصلي هو وحدة وطنية بعد الثورة، وحدة وطنية، والناس الكل معناها تبعد عن التجاذبات الدينية والمذهبية والعقائدية، فهمتني، وتهتم بإنجاح الثورة وتحقيق أهدافها. هذا هو المطلوب. لكن احنا اعتبرنا تقريبا ثماش ثورة، واتخذنا طريقة اعتيادية كلاسيكية، معناها انتخابات وحكومة ومعارضة، كأن بلد ما وقعش فيه ثورة. هي حدث استثنائي ثورة، ويلزم معالجة استثنائية، فهمتني، وظهر بالواضح. احنا المعالجة اللي عالجنا بها الثورة ما كانش هي ناجحة، كانش فعلا. مش لازم نطولوا، نعرفوا شنو هو التطور اللي وقع من 14 جانفي. ف نفس السياق يعني اللي وصلنا له اليوم كما قلت انت، يعني كان متوقع، كان يظهر لي كان متوقع، فهمتني، ونبهت انا عده مقالات ونبهت اللي هو ما هوش هذا الطريق. لكن تغلبت على الأطراف المعنية، تغلبت عليها معناها شهوة نجم نقولوا متاع الانتخابات والحكم والسلطة، فهمتني، وهذا تغلب على الحس الوطني والواجب الوطني.